السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله وبركاته. نحن امام السفاره السعوديه وكل عام وانت بخير. كنا عايزين نعرف موضوع اللي انت جاي عشانه، وعرفنا ان انت قابلت الدكتور عصام شرف ووعدك بعض الوعود. اتفضل. انا قابلت مدير مكتبه واديناهم مذكره. المذكرة بأسامي كل المصريين، معظم المصريين المعتقلين هناك بدون تهمة وبدون قضية، وبيقولوا عليهم معتقلين سياسيين، معرفش ازاي هو كل الحكاية بتبقى متلفعة لهم عملية كده. المهم اللي بقاله 3 سنين واللي بقاله 7 سنين واللي بقاله 10 سنين واللي بقاله 18 سنة. ابن حضرتك اسمه رباعي؟ اسمه يوسف عشماوي. يوسف عشماوي للأسف بقاله 3 سنين وشهرين. اللي عايز اقوله ان انا من بقالي 3 سنين، من سنة 2008 1429 هجرية، يوم 24 اغسطس الموافق 23 شعبان، اختطافه واختفى. وللأسف السفير نفسه المصري هناك، وانا بنسأله على الهوى في برنامج الحياة اليوم، بسأله على الهوى، بتقول له المذيعة هل تضمن ان هو حي يرزق؟ قال لها لا. وبعدين دول بيقعدوا فترة كده ويطلعوهم، مفيش مشكلة يعني. مفيش أي تهمة يا حاج وجهت إليه؟ مفيش تهمة. هم بعد كده لما رفعت قضية على حسني مبارك بإقالة وزير الخارجية والسفرة من 2.5 سنين في مجلس الدولة، ردت عليا الخارجية أو المحاميين بتوع الخارجية قالوا إيه ده، متهم بإنه ده حاول الدخول على موقع محظور. حاول الدخول على موقع محظور، على موقع نت يعني؟ على موقع محظور. طبعا موقع كمبيوتر. ومن ساعتها هو في السجن. ده رد الخارجيه المصريه بناء على رد الداخليه السعوديه. كده كويس. ومن ساعتها مرمي في السجن. طب هل الاسرى المصريين كانوا في اسرائيل، واخد بالك، وهم راجعين سنه 73؟ انا كنت قائد سريه الثالثه كاب 528 دفاع جوي. كده كويس. وحرب 73 بعد الحرب كان بأسر المصريين اللي هناك راجعين من الصهاينه، بتعملوا ايه او عملوا فيك ايه؟ قال لك ان احنا كانوا بيحطونا تحت الارض وما يطلعوناش غير لما ايه، يستجوبونا في الاستجواب. هل تتخيل ان المصريين ساعه ما بيتاخدوا هناك للمباحث العامه بيحطوهم تحت الارض برضه وما يطلعوش غير بعد ما يوقع لهم على اللي هم عايزينه؟ ابني قعد 4 اشهر تحت السجن لغايه اما طلعوه مش قادر يقف، وبعديه دخلوه 3 اشهر، وبعديه دخلوه 6 اشهر لما انا عملت وقفه احتجاجيه هنا من سنتين، قاعد احتجاج على ان هو مسجون هناك. ردوا عليا بانهم دخلوه الحبس الانفرادي وخلوه يتصل بيا ويقول انا مش هتصل بيك تاني، وبعد ما طلع خلوه يتصل بيا ويقول انا لسه طالع من الحبس الانفرادي. هل شفت تجبر اكتر من كده؟ مفيش تجبر اكتر من كده. تعالى شوف بقى الخارجيه، الخارجيه تقول لك ان الامن المصري منسق معاهم، احنا ما نقدرش نعمل حاجه. والامن المصري يقول لك احنا ما نعرفش حاجه، وحسني مبارك يقول لك انا مش انت اللي حاربته، ده انا اللي حاربته وعملت الضربه الايه؟ الجويه. هي دي كانت بلدنا. 3 سنين بجري في الشوارع، كانوا بيقولوا لي ما فيش غير ابنك. بعد 25 كده كويس؟ قالوا لي لا، دي ميات. 7000 مرميين في السجون هناك، منهم ما يقلش عن 1000 بدون تهم ولا قضايا. هل ده كلام؟ طالبنا هنا، رحنا لحسام شرف وقدمنا المذكره. بعد كده رد، ما فيش رد. مذكره ثانيه، ما فيش رد. المجلس العسكري، مفيش رد. رحنا للخارجية 3 مرات، آخر مرة رد عليا محمد الشهدي من هناك وقال لي مفيش لسه جديد. اصبروا، هل ده كلام؟ اللي بيحصل لنا ده بيحصل ليه؟ معرفش. السعوديين نتيجة لل 30 سنة اللي فاتوا متخيلين إنهم أحسن من أي حد، أحسن من المصريين. وبيتعاملوا معانا من برج عاجي. ليه؟ لأن إحنا عملنا في نفسينا كده، وحكومتنا عملت في نفسينا كده وذلت نفسها ليهم. كانوا بيقبضوا، يروح يتكلم يقبضوه ويمشي، يتكلم ده يقبضوه ويمشي. ولغاية دلوقتي ما زال في ناس بتشتري وسائل الإعلام المصرية. لسه لغاية دلوقتي الناس بتشتكي في المعتمرين ومرميين هناك، وبتقول إحنا اتبهدلنا، ويرد عليهم القنصل المصري في جدة يقول لا، ده السعوديين عملوا فينا أحسن عمل وتعاونوا معانا وعملوا. هل تتخيل هذا الكلام؟ انا مانيش عارف امتى الخارجيه هتتحرك، امتى الامن المصري هيتحرك. وانا لازم نبقى ندي للناس دي. اولا انا بقول احنا لا عايزين منهم فلوس، انا عن نفسي انا مستعد اكل هنا. بقى من 3 اشهر طلبوا مني انا وعيلتي كلها يسفرونا عشان اسكت.
ياخدونا عباب فيزات وتأشيرات وبالاسم اجيب لك اللي اتصل بي 10 مرات وانا رفضت، ما سافرش عشان اشوف ابني ذليل هناك ويذلني انا كمان. تعال كل شوية يتصل ويقول لك افتح حساب عشان تاخد حق ابنك، انا مش عايز حساب، مش عايز منهم حاجة. وابني قال لهم كده وانا قلت له مش عايز ابني، قالوا له خلاص انت ليك في الامانات 30,000 ريال، احنا مش عايزين حاجة منه، انا عايز ابني يجي وبعد كده حلها ربنا. انما اللي بيحصل ده ما عيب. انا اتهددت هنا وناس كده وجم سألوا عني امن الدولة ومش عارف بعمل لما رفعت القضية. هل ده ممكن؟ لا لا لا. لازم الخارجية المصرية تتصرف بأسرع ما يمكن، ده اللي أنا طالبه. خارجية والأمن المصري وحسام شرف يتصرف وطنطاوي ويطلع المصريين المعتقلين هناك، لازم يعملوا آلية ويبحثوا ويزوروا الناس دول كلهم كده، ما ينفعش. شكرا يا حاج.